لم يمضي وقت طويل منذ أن بدأت الخروج في رحلات مشي لمسافات طويلة في الطبيعة. في غضون سنوات قليلة فقط اعتمدت نمط حياة جديد ومختلف بفضل اكتساب عادة جديدة أعطتني فرصا ذهبية لاستكشاف مناطق جديدة نائية بعيدة كل البعد عن ضجيج وتلوث المدن بجميع أشكاله وأنواعه، وكذلك لممارسة هواية التصوير والاستمتاع بالهدوء التام في أماكن جميلة ساحرة. لكي تصل إليها يتحثم عليك القيام بمجهود كبير. لقد أتيحت لي الفرصة هذا الأسبوع لاستكشاف منطقة رائعة في جبال الحوز في الأطلس الكبير جنوب المغرب. منطقة جميلة تستحق الزيارة بالرغم أنها لم تثر الكثير من الاهتمام مثل العديد من المناطق القريبة. كانت الساعة تشير للتاسعة صباحا عندما غادرنا دور أندور في اتجاه دور أيت عثمان على بعد 19 كيلومترات مشيا. كان حسن، وهو شاب في عقده الثلاثين من سكان الدوار، رفيقي في الرحلة وكان وراء الكاميرا في تصوير معظم اللقطات. الانطلاقة كانت من دور أندور. يقع دور أندور على جانبي وادي أسيف المال في طريق دور إمين دونيت على بعد حوالي 90 كيلومترات من مراكش مرورا ببلدة أمزميز. اليوم الأول. كاميرا تختفي ونهاية مفاجئة. مشينا لمسافة 9 كيلومترات تقريبا عندما انتبهت لاختفاء إحدى آلات التصوير. وكانت تلك بداية تجربة صعبة تحمل أحداثا غير متوقعة. عدنا في نفس الطريق نبحث عن آلة التصوير لمسافة كيلومترين بدون جدوى. عبر الأخ حسن عن إمكانية كوني قد تركتها على الأرض جانب الطريق بضعة كيلومترات من الدوار. ربما انشغل بالي لما فتحت حقيبة الظهر للبحث عن آلة تصوير أخرى في الوقت الذي أردت التحدث إلى طفلين في طريقهما للمدرسة، والتي تبعد 5 كيلومترات عن المكان. اضطررنا أن نعود مشيا وجريا لمسافة 8 كيلومترات للبحث عنها لكننا لم نجدها. تابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى البيت. فتحنا الحاسوب وبحثنا بين الصور التي التقطناها عن علامة أو أي شيء يمكن أن يساعدنا في تحديد المكان بالضبط حيث فقدنا آلة التصوير. رأينا شكلا يشبه كاميرا صغيرة في أحد الجيوب. ثم رجعنا بذاكرتنا لآخر مكان توقفنا فيه. قررنا أن نعود بالسيارة إلى المكان الذي اكتشفت فيه ضياعها. بحثنا لمدة ساعة ونصف تقريبا دون جدوى. قام رفيقي بإجراء بعض المكالمات الهاتفية مع بعض سكان الدوار. حاول في نفس الوقت طمأنتي مؤكدا لي أنه في حالة ما إذا سقطت الكاميرا في يد أحد سكان الدوار فهناك نسبة 90% أنه سيردها لصاحبها، كون أغلب سكان الدوار ذوي ثقة ويعرفون بعضهم البعض. كنا عائدين للبيت عند حلول الظلام، نعاني من التعب والإحباط،
حين رن هاتف حسن. كان المتكلم أحد سكان الدوار. قال الرجل إن لديه شيئا وجده على جانب الطريق، ربما نكون نحن من نبحث عنه. كان المتكلم هو نفس الرجل الذي التقينا به هذا الصباح، الراكب على الحمار، والذي تحدث معه حسن طويلا. لم أصدق عيناي عندما سلمني الرجل آلة التصوير وهو يقول ضاحكا باللغة الأمازيغية إن حماره هو من انتبه لوجود الشيء على جانب الطريق ومشى نحوه، وليس هو من رآه الأول. يا لها من تجربة. الدنيا لا زالت بخير ما دام مثل هؤلاء الناس لا زالوا يعيشون بيننا. اليوم الثاني. ما زلنا عازمين على الذهاب إلى دوار إيت عثمان. حصل أن أحد أقارب حسن كان ذاهبا إلى دوار الدزر قريبا من دوار إيت عثمان لزيارة مريض. إذا قام بتوصيلنا بسيارته إلى نفس المكان الذي توقفنا فيه في اليوم السابق. وجهتنا الآن دوار إيت عثمان، سالكين مسارا صغيرا بناه السكان قبل عقود من الزمن للذهاب للتسوق في سوق سيدي عثمان الأسبوعي. المنطقة تبدو مهجورة ومعزولة عن العالم، ولكن اجتيازها يعطيك الشعور بالراحة والهدوء والإحساس بالثقة. النهر جاف والمنطقة تبدو يابسة وتعاني جدا من الجفاف. الطريق رغم صعوبتها مناسبة لممارسة المشي الطويل وستستهوي الدراجين المحترفين بالخصوص، وكذلك عشاق التسلق. سألت حسن عن احتمال تعرضنا للذغة أفعى في الطريق. قال إن الأفاعي ليست بتلك الخطورة، كونها تتجنب مواجهة البشر ولا تؤذي أحدا إلا عند الضرورة في الدفاع عن نفسها. العقارب أخطر بكثير. كثرتها تخيف السكان المحليين والذين يتخذون جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة مشكلة إمكانية تواجد العقارب داخل البيوت بالخصوص في أمسيات الصيف واختبائها في الأغطية والأحذية والألبسة. سألت شابا آخر من سكان الدوار فأكد لي أن حالة التسمم كثيرة في المنطقة خلال فصل الصيف، ولا فرق بين خطورة سموم الأفاعي وسموم العقارب.
وصلنا أخيرا إلى وجهتنا بعد 4 ساعات مشي. استرحنا في بيت السيد محمد أحد أقارب حسن، والذي هيأ لنا غداء لذيذا عبارة عن طبق الكسكس الشهي واللبن. بعد شرب كأس شاي ساخن مع بعض الفواكه الجافة، وصلنا سيرنا نحو دوار أيت عثمان. دوار ديال أيت عثمان اللي هو كيبان من هنا يا. هذه الطريق التي جئنا منها بناها أهل الدوار في الماضي كي يتمكنوا من التنقل ببهائمهم إلى السوق الأسبوعي سيدي عثمان الذي يبعد حوالي 23 كيلومترات من هنا. أتعجب كيف كانوا يقطعون كل تلك المسافة ذهابا وإيابا في يوم واحد عبر هذه الطريق الوعرة. المنطقة جميلة جدا وتستحق الزيارة. يمكن الوصول إليها بالسيارة عبر الطريق الأخرى التي بناها السكان بالتراب والحص والحجر، رغم أنها صعبة بعض الشيء. بعكس الطريق التي سلكناها، والتي ستستهوي المشائين وجميع ممارسي الرياضات الجبلية من متسلقين ودراجين بشتى أصنافهم. المنطقة في نظري تسمو جاذبيتها إلى مستوى عالمي، وهناك أمل في أن تنال ما تستحقه من الاهتمام. المنطقة جميلة جدا بمناظرها الخلابة وهوائها النقي وهدوئها. روعة انسجام مكوناتها الجمالية يجعلها مثالية للتصوير الفوتوغرافي من جميع الزوايا. تساؤل طرح نفسه بإلحاح أمام جمال المكان. كيف أن دوار أيت عثمان ليس معروفا مثل باقي الدواوير في منطقة الحوز؟ ربما يكمن الجواب في صعوبة المسالك التي تؤدي للدوار. اليوم الثالث. بعد وجبة إفطار لذيذة، خبز بلدي ساخن، زينت زيتون وزبدة طرية محلية مع شاي ساخن بالنعناع. شكرنا مضيفنا الكريم وانطلقنا في اتجاه دوار أند دور. سي محمد راه عنده بزاف ما يعاود ولكن راه خاص. اقترح حسن طريقا مختلفا للعودة. طريق يمر بدوار تيفيرنت
عبر الغابات، أطول بكثير وأصعب، لكنه مختلف في تضاريسه وعلوه وله خصوصياته ومزاياه. تركنا وراءنا دور تيفيرنت، ونحن لازنا غير بعيدين عن دور أيت عثمان. ماشي بعيد بزاف على البلاصه فين كنا، باقيين في الطريق ديالنا باش نهبطوا لدوار المدور. يمكن رؤية دور الدزرو من هنا والذي يظهر من بعيد.
أخيرا وصلنا النهاية ديال أخيرا المسار. وصلنا إلى دوار أبندور بعد مشي 6.5 ساعة. كانت الرحلة طويلة بالتأكيد. لم نتمكن من تصوير مشاهد كثيرة لخطورة الانشغال باستعمال آلة التصوير. يعني أماكن خطيرة اللي هي ديك الخطيرة كلها ما صورناهاش. لأن اليد كنا اليدين ديالنا مشغولة. ولكن كانت المسار رائع جدا. يعني من أيت عثمان باش وصلنا دابا للدوار أنبدور اللي هو كتشوفوا مورايا. يعني شكرا للمتابعة ديالكم. نشكركم على حسن تتبعكم أنشطتنا، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. سيدي ربي زيداتي المنشار لي انت ما سايك تصغرك وما يسيداتنا حمد غير ربي تسميد لك فنت سيدانغا ونسى الدينين إلا دارس المالي قدني إيناس السيسي سغل ماتيك تغلبانك.